اخيرا وقبل ما نختم مع حضراتكم قدامنا اقل من دقيقه، اليوم السابع عامله احصاء يمكن مهم بالنسبه للعائلات المصريه والنساء في مصر تحديدا. الاحصاء بتقول يعني نقله عن الاحصاء اليوم السابع، 42.5 من النساء تعرضن للعنف من قبل ازواجهن. العنف النفسي اكثر الانواع شيوعا. التفاصيل انه جهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء صدر عنه النهارده العدد رقم 94 من المجلة النصف سنوي عن السكان وبحوث الدراسات، والدراسات دي بتشمل 4 دراسات تحليلية، منها دراسة العنف ضد المرأة والتكلفة عفوا الاقتصادية الناتجة عنه ودور المرأة في اتخاذ القرار داخل الأسرة المصرية. الحديث عن أنه الجهاز أشار في بعض النتائج أن العنف النفسي أكثر أنواع العنف شيوعا، ونسبة النساء اللي بيتعرضوا للعنف من أزواجهن وصلت إلى 42.5% من عينة الدراسة، وهو رقم يعني الحقيقة مهم جدا ولازم نأخذه مأخذ الجد بشكل أو بآخر.